صباح الخير عليكم، انا القهوجي والنهارده هنتكلم عن القهوه التركي، سيده القهوه كلها. القهوه التركي دخلت تركيا في ايام السلطان سليمان، اللي هو السلطان سليمان القانوني اللي هو بتاع هيام والكلام ده. جات لهم منين؟ جات لهم عن طريق اليمن، لدرجه ان هم من كتر ما حبوا القهوه كان في منصب اتعمل في القصر اسمه القهوجي او معد القهوه، كان واحد وظيفته انه يعمل قهوه بس ويقدر يطور فيها. عشان كده تركيا من احسن الدول اللي بتعمل القهوه التركي. في مصر هنا القهوه التركي جات لنا عن طريق اليمن، لما الطلاب الازهريين اليمنيين كانوا بيشربوا مشروب بيخليهم متنبهين، فلما المصريين خدوا بالهم عرفوا ان هي القهوه، وحصل قصه طويله ان هي اتحرمت ورجعت ما بقتش متحرمه. هنبقى نحكي الموضوع ده في بوست طويل كده نكتبه في مره ان شاء الله. طيب، مشكلة دلوقتي القهوة التركي سهلة جدا، كل الناس بتعمل قهوة تركي، يعني أنا بنتي بتعمل قهوة تركي. بس هي الفكرة كلها دلوقتي القهوة التركي دي عشان تتعمل، في ناس بتقول لي مفيش وش، القهوة بتطلع مش حلوة، القهوة بتطلع صيصة. القهوة من الآخر يا جماعة مكونين، قهوة ومية. فأنت لازم تخلي بالك جدا من نوع القهوة اللي هتحطها وشكلها وطريقة تحضيرها ومن المية اللي هتستخدمها. مبدئيا كده نبدأ بالمية. هتعمل قهوة تركي يبقى المية بتاعتك تبقى يا ميه معدنيه ساقعه يا ميه من الفلتر مغليه وساقعه. يعني ايه ميه مغليه وساقعه؟ يعني تجيب ميه من الفلتر تغليها وبعدين تاخدها تحطها في ازازه ازاز عشان طعمها ما يغيرش او كده، وتحطها في التلاجة وتبقى دي ازازه القهوه بتاعتك، ازازه الميه بتاعت القهوه، تمام؟ او تجيب ميه معدنيه وتسقعها وتحط منها على طول. ليه؟ لانك لو خدت ميه من الحنفيه وحطيتها على القهوه، القهوه هتطلع صيصه، هتطلع طعمها في حمضية شوية، مش هتبقى القهوة اللي انت بتحبها، القهوة اللي انت عايز تشربها الصبح كده وانت بتسمع فيروز. طيب، ده رقم واحد. رقم اتنين، البن بقى. بصوا يا جماعة، بقالنا يومين بنتكلم ونقول اطحنوا البن في البيت، اطحنوا البن في البيت. فناس كتير بتقول طب انا ما عنديش مطحنة، او انا ما عنديش ان انا اقعد اطحن وعايز اصحى الصبح اعمل فنجان وانزل. هات بن طازة من مكان كويس واستخدم تمن كيلو في تمن كيلو، ما تستخدمش بن بقاله كتير مرمي على رف. لا تجيب بقى لا عبد المعبود ولا الكلام اللي هو ابو عوف. ابو عوف ده انسى، ابو عوف ده اسوأ قهوه في التاريخ، تمام؟ انا عارف الناس كتير هتزعل الموضوع ده، بس ابو عوف ده اتعمل عشان يتقال عليه ان هو اسوأ قهوه في التاريخ. طيب، انت ممكن تروح تجيب من شاهين، وممكن تروح تجيب من كذا حته، وفي الاخر خالص تكتشف ان في محمصه على ناصيه الشارع عندك بتعمل قهوه طازه وحلوه. فانت جرب كتير لحد ما توصل انت بتحب القهوه شكلها عامل ازاي. انا عن نفسي بجيب القهوه من محمصه هنا جنبنا في المعادي، راجل عادي جدا صغير بيعمل قهوه، بجيب من عنده يمني على برازيلي وبطحنهم على بعض وسط، وبحط عليهم تحويجه معينه كده اللي هي قرنفل وحبهان وزر الورد وجوز الطيب مع بعض كده، بيعملوا جو عالمي. طيب، خلينا نبدأ الأول مقادير تحضير القهوة. كان في بوست كده أخونا إسلام الجندي نزله امبارح، القهوة السرياوسي والقهوة المانو والقهوة المظبوطة. من الآخر، القهوة مقدار قدام مقدار عشان تطلع مظبوطة، يعني معلقة بن كبيرة قدام معلقة سكر تطلع قهوة مظبوطة. قللت السكر تبقى قهوة على الريحة أو سادة، لو مفيش سكر خالص زودت تبقى زيادة أو سرياوسي. طيب، أنا بعمل القهوة إزاي؟ أنا بعاير مبدئيا بالمعلقة دي، مش هنتكلم بقى في ميزان ولا عدد جرامات ولا الكلام ده. بعاير بالمعلقه دي وبحط بيها 3 معالق بن، معلقه 2، 3 معالق بن مليانين، تمام؟ وتحط طبعا السكر اللي انت عايزه. ودي كمان نعمل واحده تانيه، لان انا النهارده هعمل لكم القهوه بـ3 طرق مش بطريقه واحده. هعمل لكم القهوه التركي بالطريقه المصري والتركي اللي هي العاديه بتاعتنا، وهعمل لكم القهوه التركي بالطريقه السوري، وهعمل لكم القهوة اللي مؤخرا بقينا بنشربها في الكافيهات لما بنروح. ماشي، تعالوا ايه، نحط السكر اللي احنا عايزينه ونقفل دنيتنا. المية، انت بتملى المية لحد قبل الحز اللي في الكنكة، تمام؟ فانت بتيجي حط المية قبل حز الكنكة بحاجة بسيطة وبتعملها. طيب، انا الاثنين دول هعملهم قهوه تركي عاديه، وبعدين هوريكم السوري، وبعدين هوريكم القهوه بتاعت الكافيهات اللي بتتعمل دلوقتي. تعالوا نروح المطبخ ونشوف الحاجات دي مع بعض.